ما شهدته شخصيا من كل الزملاء بمختلف انتماءاتهم بمختلف توجهاتهم، ان لديهم الرغبه في مساله ان يكون هنالك سياق جديد للتعاطي الاعلامي لا يركز على الاختلافات، يقبل بالتباينات الداخليه، لا يشيطن الاخر، لكنه ايضا يتحد في مساله التوجه الى معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم. هذه هي الأسس المهمة التي أنا شهدتها وأرى أنها إن شاء الله ستكون أيضا أسس لبناء مهم في علاقة اليمنيين في بعضهم في المستقبل. وأيضا هذا الأمر أيضا أنت تعلم أن الإعلاميين أو الجانب الإعلامي هو رديف ومهم للجوانب السياسية بل مؤثرا عليها، وبالتالي أنا أتصور إذا ما كانت هنالك نجاحات والتزام باتفاق المبادئ التي اليوم تمت يعني صياغته او طرحه اليوم وسيصاغ غدا ويمكن التوقيع عليه، انا اتوقع انها ستكون ايضا وسيله من الوسائل المهمه لتهدئه الشارع السياسي، لتهدئه الخلافات البينيه والتوحد في اطار معركه لاستعاده الدوله. انا اعتقد اننا امام رؤيه مختلفه ان شاء الله واراده نتمنى ان تستمر.